كل إنسان يمتلك أعظم الإمكانيات التي من الممكن أن تجعله ثرياً وسعيداً في نفس الوقت، لكن بسبب عدم الثقة في النفس وتصدير أفكار سلبية وترسيخها في الذات، نجد أننا لا نستطيع استغلال كل تلك الإمكانيات. لكن كتاب قوة عقلك الباطن للكاتب جوزيف ميرفي يقدم لنا أهم 8 نصائح مؤكدة يتم من خلالها تنشيط كامل للعقل الباطن. عليك عزيزي المشاهد أن تقوم بمراقبة أفكارك جيداً، فلكل فعل رد فعل، وهذا قانون كوني، فكلما كانت الفكرة إيجابية كان رد الفعل على حياتك بأكملها إيجابي. والمعادلة التي يركز عليها ميرفي في هذه النقطة هي أن الفكرة هي الفعل، واستجابة العقل الباطن لديك هي رد الفعل. في هذه النقطة الهامة أثبت الكاتب أن العقل الباطن يستطيع أن يتحكم ويسيطر في كل العمليات الحيوية التي تحدث داخل الجسم. ليس هذا فقط، بل إن العقل الباطن لديه إجابة على أي سؤال وحل لكل مشكلة، وقد أثبت ذلك بالبرهان والدليل. قبل أن تتوجه إلى النوم، عليك بإبلاغ عقلك الباطن بأن لديك طلباً محدد، وأنك متأكد أن عقلك الباطن سوف يقوم بتلبية هذا الطلب، وليكن طلبك أريد غداً أن أصنع معجزة. وعندما تصحو في الصباح، قل لنفسك بداية يوم المعجزة قد بدأت، وفي نهاية اليوم ستجد أن العقل الباطن استجاب وقمت فعلاً بما كنت تعجز أن تفعله في الأيام السابقة. عليك أن تعلم عزيزي المشاهد أن شعور الإحباط يأتي عندما لا تستطيع تحقيق رغباتك بسبب أنك قمت بوضع عقبات وصعوبات وتأخيرات حتى لا تنجزها في وقتها. فأي عقبة أو مشكلة تصادفك، اعلم أنها من صنع يدك، وأنت من صدرت لعقلك الباطن أنك لن تستطيع أن تفعل هذا الشيء. لذلك عليك الإيمان بنفسك وتأكيد قدراتك لعقلك الباطن حتى تستطيع أن تصبح شيئاً. معاني الحياة تستطيع أن تتدفق إلى حياتك بإيقاع وانسجام إذا قلت لعقلك الواعي أنك تؤمن أن بداخلك قوة تسمى العقل الباطن، وتستطيع هذه القوة أن تقوم بنقلك من الصفر إلى القمة. إذا رددت تلك الجملة وأنت واعي، سوف يكافئك عقلك الباطن ويمنحك أكثر ما تريد. عقلك الباطن هو الذي يتحكم في الرئتين والقلب، بل كل أجزاء الجسم، ويتحكم فيهم من خلال أشياء بسيطة، وهي شعورك بالتوتر أو الخوف أو القلق. لكن عندما تقوم بتغذية عقلك الباطن بأفكار إيجابية وتشعر بسلام نفسي وتردد لنفسك أن رغم وجود مرض أنك سليم وسوف تصبح بخير، وسوف تتفاجأ بعد فترة أن كل أجهزة جسدك عادت لتعمل بنظامها، وأنك تتمتع بقوة وصحة ليس لهم مثيل. أشغل عقلك الواعي دائماً بتوقعات عظيمة، وهناك عملية ميكانيكية أثبتتها الأبحاث تقول أنك عندما تتوقع الأجمل في حياتك، يقوم عقلك الباطن بنسخ هذه الفكرة إلى عدة نسخ، ويقوم بإرسالها بشكل ميكانيكي إلى باقي أجزاء الجسم، فبالتالي يصدق الجسم هذه الأفكار الإيجابية فيشعر بسعادة ويقوم بمنحك نشاطاً أكبر، وتتوالد الأفكار في داخل العقل، فتستفيد أنت من غزارة هذه الأفكار، ومن ثم تحقق نجاحات لم تكن تتوقعها في حياتك. في النهاية قدم لنا الكاتب أعظم قاعدة لتنشيط العقل الباطن، وهي وصفة بسيطة تقول إن عليك كل يوم أن تخصص وقتاً محدداً تجلس فيه في مكان محبب إلى نفسك، سواء في بيتك أو خارجه، وترتدي أجمل الثياب، وتعد لنفسك المشروب المفضل، وتهيئ لنفسك الجو العام الذي تحبه وتشعر فيه باسترخاء. وفي هذه الجلسة الهادئة أطلق العنان لمخيلتك، فإن كنت تواجه مشكلة تخيل نهايتها السعيدة، وإن كنت تمر بفترة حزن تخيل أنك تخلصت منه وأصبح ذكرى. وهنا وقد داومت على فعل ذلك،
سوف تنتقل من حالة جسمانية بشرية إلى طاقة نورانية ستنقلك إلى عالم آخر، ولكن ليس خيالياً بل واقعياً. وستجد أن هناك أمور كثيرة قد تغيرت إلى الأفضل، وهذا بسبب أن عقلك الباطن صدقك ثم قام بنفس عملية النسخ الميكانيكية، ومن ثم تحدث النتيجة المنشودة. شكراً على المشاهدة، المرجو الاشتراك والإعجاب بالفيديو تشجيعاً لنا لنشر المزيد.